أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من ينام عن صلاة الفجر بحجة أنه يسهر لغرض الدراسة والامتحان؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا موفق، يضيع الفريضة ويسهر. وش معنى طلب العلم إذن؟ يصير بيضيع الفرائض، وش فائدة طلب العلم؟ صلاة الفجر لابد منها في وقتها ومع الجماعة، ولا يقدم عليها شيء. نعم.